في لبنان حذر وزير الصحة هناك فراس أبيض مما وصفه بالانهيار الكبير للقطاع الصحي في لبنان إن استمرت أزمة القطاع الحالية دون حلول. محمد قاسم مواطن لبناني فقير توجه بزوجته الحامل لمستشفى رفيق الحرير الجامعي في بيروت لإنقاذها من نزيف، لكن المستشفى لم يستقبلها إلا بعد أن أحضر أحد أقاربها نقوداً. يعني إذا أنا معيش مصاري شو بيعمل؟ هالسؤال بتموت مرتي يعني؟ فيفان محمد استغاثت بمؤسسة خيرية لدفع تكاليف جراحة زوجها. بس هلا الحال كثير كثير تهورت. إنه القطاع الطبي الزاوية الأكثر ظلاماً في الأزمة الاقتصادية التي فقد لبنان في خضمها 90% من قيمة عملته المحلية. تقول وزارة الصحة اللبنانية إن موازنتها قبل الأزمة الاقتصادية كانت 300 مليون دولار، ولكنها الآن لا تتجاوز 20 مليوناً. إذا هذه الأزمة استمرت وطولت من غير إيجاد حلول، طبعاً ساعتها نحن منقرب أكثر لما ذكرته من ناحية أنه يصير في انهيارات كبيرة. نقص الإمكانيات المادية وما تبعه من نقص المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية ليس وحده المسؤول عن تردي القطاع الطبي، بل إن هناك مشكلة أعمق من ذلك. إنها هجرة الأطباء والممرضين والطواقم الطبية الأخرى سعياً لحياة أفضل. تقول الإحصائيات الرسمية إن نحو 40% من الطواقم الطبية ونحو 1000 طبيب من الاختصاصيين و2000 ممرض غادروا لبنان خلال الأزمة، وتوجه معظمهم لأوروبا والخليج العربي. كان طموحي وحلمي أنه خلص طب واتخصص هون وطبب ماي كوميونيتي، لان هيدا بلدي، هيدا الشيء كثير بحبه، بس لسوء الحظ يعني معظمنا عم نفكر انه كيف بدنا نخلص وبدنا نفل. هجرة الجيش الابيض دفعت بمستشفيات خاصة عريقة لاغلاق اقسام طبية عدة مثل اقسام السرطان وامراض القلب والعظام وطب الاطفال. هذا كله غيب عن المشهد الطبي المستشفيات الخاصة التي كانت في يوم من الأيام مركزاً إقليمياً للعلاج وتستحوذ على نحو 80% من الطبابة في لبنان. ما فاقم من حدة أزمة المستشفيات الخاصة هو عدم قدرة كثير من المرضى على التوجه إليها بسبب تردي أوضاعهم المادية، ما أرغمهم على التوجه إلى القطاع الطبي الحكومي المنهك ومنافسة فقراء المرضى على حبة أسبرين قد لا تتوافر أصلاً. تنضم لنا عبر الهاتف مراسلة المملكة من لبنان مي عبد الله. أهلا وسهلا بك مي معنا. مي، إلى أي حد اليوم تردت الحالة الصحية في المستشفيات وأيضا على أرض الواقع؟ نعم بالفعل هناك تردي كبير، مشاكل كثيرة ومتنوعة يعاني منها هذا القطاع. لطالما صنف لبنان بأنه مستشفى الشرق الأوسط، إلا أن هذه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ العام 2019 أدت إلى تراجع كبير في هذا القطاع. تبدأ هذه المشاكل بفقدان الخبرات وهجرة الآلاف من أطباء وممرضين وكوادر طبية كما تحدث التقرير، لكن أريد أن أضيف إلى إحصاءات جديدة عبر عنها نقيب الأطباء شرف أبو شرف، بحيث قال بأن هناك 3000 طبيب من مختلف الاختصاصات حتى هذه الأيام هاجر لبنان، ونحو 2500 ممرض هاجروا إلى مختلف الدول الأوروبية ودول الخليج العربي، ولا سيما الوجهة الأقرب وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك دراسة أيضا أعدتها نقابة الأطباء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أكدت بأن 55% من الأطباء كان معدل رواتبهم 1200 دولار شهريا، لكن هذه الأزمة وفقدان الليرة لقيمتها باتت الرواتب تشكل 62 دولار أمريكي لكل طبيب، بالإضافة إلى أن معاناة الأطباء مع البنوك كبقية أبناء الشعب اللبناني جراء احتجاز أموالهم في المصارف. بالإضافة إلى هذا هناك أسباب كثيرة، فقد تضررت أكثر من 106
منشأة صحية بعد انفجار بيروت بينها مستشفيات رئيسية في لبنان، ولم تتوفر الأموال اللازمة سوى بعض المساعدات التي قدمت من عدد من الدول العربية لإعادة الحيوية إلى هذه المستشفيات، بالإضافة إلى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع كلفة الفاتورة الاستشفائية مقابل تراجع قدرة الجهات الضامنة وشركات التأمين عن تغطيتها للمرضى. واليوم شركات التأمين باتت تطالب تسديد هذه الفاتورة الاستشفائية بالدولار الفريش، ما يعني بأن الفاتورة الاستشفائية باتت محصورة بفئة معينة من المجتمع اللبناني أو الفئة الميسورة التي تستطيع أن تدفع بالدولار الأمريكي. كل هذه المشاكل أضيفت إليها أيضا أزمة ارتفاع سعر المحروقات، وهي التي تشغل هذه المستشفيات بعد أن رفع الدعم، وأضيف إليها وباء كورونا الذي أثقل المستشفيات بالمرضى وسط هذه الأزمة. منذ أيام كانت هناك تصريحات لرئيس لجنة الصحة البرلمانية دكتور عاصم عراجي الذي قال بأن خطورة الوضع الاجتماعي والصحي في لبنان قد يؤدي إلى انهيار أمني بحسب تعبيره. هناك اليوم أمل بأن الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء والتي بعد أن أفرج عن الحكومة ستعقد الاثنين المقبل أن تفرج عن ميزانية أكبر للقطاع الصحي، خصوصا بعد أن تراجعت ميزانية هذه المستشفيات. ما هذه الحالة كانت في المستشفيات الخاصة أم الحكومية، وكيف هي خارطة القطاع الطبي والصحي في لبنان؟ هذه الأزمة تنعكس على كل القطاع الطبي. طبعا تبقى المستشفيات الحكومية هي الأسوأ وضعا، يعني كما أظهر التقرير الذي عرضتموه منذ بعض الوقت، هذه مستشفى رفيق الحرير الحكومي، هذا مستشفى رئيسي، هو مستشفى حكومي في قلب العاصمة، هو أكبر المستشفيات. كان عليه ثقل كبير في أزمة كورونا لأنه كان يتولى ولا يزال حتى هذه اللحظة علاج الحالات الخاصة بكورونا. أثقل هذا المستشفى نتيجة كل الأزمات المتلاحقة التي ذكرناها اليوم، من انخفاض القدرات المالية والأدوية والاستشفائية ونقص الكادر الطبي، وأيضا أضيفت إليه عمليات الفساد والمحاصصة التي ضبطت في هذا المستشفى وفي أكثر من مستشفى حكومي. تبقى المستشفيات الخاصة أرحم إلى حد ما، لكن هذا الوضع ينعكس على كل المستشفيات التي يعني، لأن القطاع الخاص في لبنان اليوم يعتمد على شركات التأمين وعلى الجهات الضامنة أكثر من قبل المواطنين اللبنانيين. نعم. اليوم هذه الجهات الضامنة تواجه عجزا كبيرا، وهذا ما انعكس أيضا على حتى المستشفيات. نعم. الخاصة. إذن هذا الواقع يطال كل المستشفيات الحكومية والخاصة في لبنان. نعم. نعم، مراسلة المملكة من لبنان مي عبد الله كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وينضم لنا للتعليق حول هذا الملف المحلل السياسي يوسف دياب من بيروت. أهلا وسهلا بك سيد يوسف، وسأبدأ بهذه الأزمة السياسية التي انجرت على وانسحبت على أزمات اقتصادية ووصلت إلى الصحة أيضا، هل هناك انفراجة في الأفق؟ مساء الخير لكم وللمشاهدين. طبعا يعني كما تفضلتم، القطاع الطبي والصحي هو واحد من القطاعات التي تداعت وانهارت في لبنان بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، والتي هي نتاج فعلي عن الأزمة السياسية العميقة التي يعانيها لبنان. يعني حتى الآن لا أفق للخروج من هذا المأزق لسبب وحيد، وهو أن المنظومة السياسية التي أوصلت البلد إلى هذا الانحدار وإلى هذا الانهيار لا تزال هي التي تمسك اليوم بالسلطة، وهي عاجزة عن إيجاد الحلول. وبالتالي هناك قناعة راسخة لدى اللبنانيين بأن من أوصلهم إلى الفقر والمجاعة والانهيار ليس قادرا على إعادتهم على إلى الاستقرار. وبالتالي أنا أعتقد أن يعني القناعة اللبنانية تتقاطع مع قناعة دولية بأنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمة ومن هذا المستنقع إلا بتغيير الطبقة السياسية الممسكة بزمام السلطة في لبنان. وهناك رهان كبير على أن تؤدي الانتخابات البرلمانية في ربيع العام الحالي إلى هذا التغيير الموشود، أو أقله
تغيير جزئي يبدل الصورة إلى حد ما، لكن للأسف الشديد من الآن إلى أن يحصل هذا الاستحقاق، هذا إن حصل أعتقد أن الانحدار لا يزال على حاله، الكوارث ستتتالى على الشعب اللبناني. ومن هنا أنا بتقديري أن لبنان اليوم يسير على يعني على ما قدر الله كما يقول المثل الشعبي، ولن يكون هناك أي حلول إلا تقوم على المبادرة الفردية ليس أكثر ولا أقل، بقناعة اللبنانيين أو غالبية اللبنانيين لا وجود لدولة تحبيهم، لا وجود لمسؤولية عند أصحاب السلطة، وبالتالي على اللبنانيين أن يتدبروا، أو ما تبقى من اللبنانيين اليوم في بلدهم أن يتدبروا أمرهم إلى أن يغير الله أمرا كان مفعولا. نعم سيدي، هل هناك يعني حل أو طريقة أو حتى يعني اقتراحات لحل أزمة رواتب ومخصصات الأطباء والممرضين، خاصة بعد الدراسة التي تحدثت عنها نقابة الأطباء اللبنانيين، وكان دخل أو معدل دخل فعليا الأطباء يصل إلى 1200 دولار في السابق، اليوم نتحدث عن معدل يصل إلى 62 دولارا بحسب النقابة اليوم؟ هل هناك حلول في الأفق، خاصة بأن حتى الحسابات التي يملكونها موجودة لدى البنوك؟ يعني حتى الحلول التي تتحدث عنها الحكومة اليوم هي حلول يعني ترقيعية. اليوم رئيس الحكومة أو وزير المال وزير الاقتصاد يتحدثون اليوم عن زيادة في رواتب الموظفين سواء في القطاعات العام القطاعات العامة والخاصة بما في القطاع الطبي، تتحدث يعني عن رفع الحد الأدنى للأجور أو رفع البدل الشهري بما يزيد 3 أضعاف ما كانت عليه في السابق، ولكن هذا يعني أن الكارثة ستبقى على ما هي عليه، الانفلات في صرف سعر الدولار، الغلاء الفاحش في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها، كل هذه الحلول الترقيعية لن تؤدي اليوم إلى وقف هجرة النخب في لبنان لسبب بسيط، هو أنه لا سياسة واضحة اليوم لدى الحكومة، خصوصا وأن يعني غياب الثقة اليوم لدى المجتمع الدولي وخصوصا صندوق النقد الدولي بهذه المنظومة السياسية لا يحفز على الدفع باتجاه يعني انعاش الوضع في لبنان أو ضخ عملة صعبة من الخارج في لبنان، لأن الطبقة الفاسدة المهترئة في لبنان غير مؤهلة اليوم لتلقف مثل هذه الأموال، وهي غير قابلة اليوم لإجراء إصلاحات ضرورية في بنية الاقتصاد اللبناني، وطالما أن الإصلاحات غائبة، طالما أن عملية الهدر والفساد مستمرة، وبالتالي بتقدير اليوم لا حلول ولا أفق لهذا الحل في المدى المنظور. أنا بتقديري أن المطلوب اليوم أو ما يراهن عليه اليوم هو المساعدات الخارجية التي تأتي اليوم عبر بعض المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني التي تتكفل ببعض المساعدات سواء للقطاع الطبي أو لغيره. نعم سيد يوسف، يعني هذه كانت أيضا أحد الحلول من الحكومة بأن يتم فعليا التوجه إلى المنظمات الدولية والبنك الدولي للمساعدة في حل هذه الأزمة، ولكن هل فعلا هذا حل؟ هل سيصل إلى كل اللبنانيين ويستفيدون من قطاعهم الصحي وأيضا عودة نهضة هذا القطاع؟ لا بالتأكيد، أنا لا أتحدث اليوم هذه المساعدة أن تؤمن الحل النهائي والمستدام لدى الشعب اللبناني، الحل يأتي عبر الدولة. المشكلة اليوم أننا في دولة متحللة، نظام طبي منهار، قطاع اقتصادي مفلس، مصارف اليوم على شفير الإقفال أو التصفية كما يعني يقول البعض، وبالتالي نحتاج اليوم إلى بناء مقومات دولة ومؤسسات من جديد. هل اليوم هذه الطبقة مؤهلة للقيام بهذه المهمة؟ الشعب اللبناني بغالبيته لا يثق بها. كما قلت لك، نحن اليوم في وقت مستقطع يفصلنا عن الانتخابات النيابية. من الآن حتى يعني 4 أو 5 أشهر ما بعد الانتخابات النيابية قد نبحث عندها في حلول للأزمات القائمة في لبنان. اللهم إذا أفرزت الانتخابات النيابية طبقة
جديدة توحي بالثقة. أما إذا كانت هذه الانتخابات ستجدد أو ستمدد لهذه المنظومة الفاسدة، عندها الكل سيقول للبنانيين هذه السلطة التي اخترتموها فلتتدبروا أمركم معها. أما إن كان هناك تغيير ملموس، أعتقد أن هناك سيكون اهتمام عربي ودولي بهذا التغيير في لبنان، وهذا ما يدفع باتجاه النظرة إلى أفق أو مستقبل جديد يتطلع إليه كل اللبنانيين. نعم، المحلل السياسي يوسف دياب من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي.